ومعنا لمناقشة قضية استمرار الاغتيالات واستهداف الناشطين والمتظاهرين والصحفيين في العراق الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير دكتور. مفوضية حقوق الإنسان في العراق تطالب الحكومة الحالية بالكشف عن أسرار اختطاف الناشطة الألمانية هيلان ميفيس. ما الذي يؤخر الحكومة كي تكشف الطرف المسؤول أو تقدم الجناة والمسؤولين عن هذه الحادثة إلى المحاسبة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. الموضوع هذا الحقيقة من المواضيع المهمة والمعقدة الآن اللي يعني يعاني منها كل الشعب العراقي، ليس فقط الأجانب يعني، وهذه حالة الحقيقة الموظفة أو الناشطة المدنية الألمانية يعني من حسن حظها أنه أطلق سراحه، وهذا هو طبعا ممتنين إلى الحقيقة للضغوط الدولية اللي ركزت على الجهات المعنية، ويا ريت أنه كان هذا التركيز وهذا الضغط مستمر منذ بداية العملية الانحدار في قضية الاختطاف والاغتيال وقتل المنتفضين في انتفاضة تشرين المباركة. هذه الضغوط الدولية احنا كنا مهولين عليها. الكشف، هذه قضية ايضا تعتبر من القضايا المعقدة، الكشف عنها معناها الكشف عن الأس المهم بعملية القتل، عملية التنكيل ليس فقط بالأجانب وانما ايضا في شباب العراقي المنتفض، لانه هي نفس الجذور، نفس العمليه، نفس الاسس، نفس المنهجيه، وانا اعتقد هي المنهجيه مرتبطه بالميليشيات. طيب دكتور، يعني اين المؤسسه الامنيه اذا كانت نفس المنهجيه واذا كانت هذه الحوادث تتكرر بشكل مستمر ضد الصحفيين والمسؤولين وغيرهم؟ يعني عزيزي، هي الحكومه هي حكومه ميليشيات، شئنا ام ابينا، يعني حتى ولو كان هناك حسن نوايا لدى بعض الوزراء او تشكيل الحكومه، لكنه الضغوط الاساسيه هي تاتي من الميليشيات الولائيه وتاتي من ايران، بدليل انه لا يمكن الان التصدي للميليشيات و يعني توسعها في مجالات مختلفه من الحياه الامنيه والاقتصاديه والثقافيه والسياسيه، يعني ميليشيات مهيمنه على كل مفاصل الدوله تقريبا. نعم. وهي ليست هناك دوله، فهذا هي المعضله الاساسيه اللي تواجهنا احنا الحقيقه. وقضيه الكشف ايضا عن مصير المغيبين والمختطفين وايضا محاكمه القتله، لانه احنا عندنا اكثر من 700 شهيد وعندنا 27,000 جريح ومعوق خلال فترة الأشهر الثمانية التسعة الماضية، هذه كلها حقوق وهذه كلها هي جزء من السيادة اللي يدعون أنه سوف يستردونها عاجلا أم آجلا. السيادة الوطنية تعني حماية الشعب العراقي. نعم. في الحقيقة دكتور، يعني ما يؤكد حديثكم هو ما ذهبت إليه صحيفة واشنطن بوست عندما قالت أن تحديد الجهة التي تقف وراء قتل الصحفيين والناشطين سيفجر الوضع في البلاد، وكأنها تقول أن هناك حصانة مفتوحة للميليشيات لتفعل ما تريد. هذا هو الواقع الحقيقة، الواقع المر مع الأسف الشديد، أنه الحكومة عاجزة، يعني ليست الحكومة الحالية فقط، كل الحكومات السابقة عجزت عن التصدي، لأنه هي جزء من هذه المنظومة الميليشياوية اللي مهيمنة على مفاصل الدولة مثل ما قلت. لذلك أنا يعني ما أستبعد أنه الأمريكان والغرب عموما، منظمات المجتمع المدني، الأمنستي انترناشونال والهيومن رايتس ووتش، تمتلك الكثير من الحقائق والأسرار والصور والأفلام حول القناصين أو الطرف الثالث اللي قام بقتل المتظاهرين، وأيضا عمليات الاختطاف. أنا لا أستبعد أن تكون هناك أسرار كثيرة، أسرار أمام العراقيين، لكنه هي في الحقيقة أصبحت أيضا مكشوفة، وبالتأكيد الجهات الرسمية المخابراتية الدولية كتكون الولايات المتحدة الأمريكية ومخابرات الدول الأوروبية لها علم مسبق ببعض التفاصيل وبمقدورها أن تكشف وأن تفجر إذا شاءت، ولو ما راح تتفجر قنبلة الحقيقة، لأنه بعض الأسرار كشفت، وإحنا نتمنى أنه فعلا تفجر قنبلة في وجه الميليشيات وتنهي
هذا هاي المعضله اللي نمر بها احنا كشعب عراقي، يعني ينشد السلام والامن والحياه الحره الامنه الكريمه. هذا هو المفروض اللي يجري الان كمجتمع دولي على هذه المسؤوليه، اضافه للامم المتحده اللي يجب ان تعنى بالشان العراقي بشكل واضح، خصوصا الجانب الامني منه. نعم، لكن دكتور، استمرار الوضع على هذا المنوال في العراق ألا يهدد العراق كدولة ويضعها في موضع حرج مع ميليشيات ترفض الخضوع للقانون وتعكس صورة يعني صورة سيئة للعراق؟ بالتأكيد، يعني شوف حتى يعني وصلت إلى حد اختطاف هذه الناشطة المدنية، هذا يحد من رغبة الشركات والاستثمارات الأجنبية وحتى الدول في أن تعمق علاقاتها وتستثمر وتأتي لبناء علاقات طبيعية مع الجانب العراقي، لأنه الوضع الأمني غير مضمون، غير يعني مثل ما يقولون يتأملون خيرا منه خلال الفترة القريبة القادمة، إلا إذا أجت حكومة تنهي هذا الوضع، لا فقط ليس فقط ان تنهي الميليشيات وانما تحصر السلاح بيد الدوله، يعني من جانب الميليشيات والعشائر والافراد. لذلك القضيه لم تعد قضيه ينسكت عنها، مثل ما يقول السكوت عنها معناها تمادي في كل التفريط بالسياده الوطنيه وبوحده العراق وايضا بمستقبل العراق. يعني الآن أصبحت قضية وجودية بالنسبة للعراقيين، أنه لابد أن ننتهي من هذا الفصل المأساوي اللي عشناه بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الأمن. لكن هذا الفصل المأساوي أو الانتهاء منه دكتور قد لا يبدو سهلا، وأنا أعود هنا إلى ما قالته صحيفة واشنطن بوست مرة أخرى لكن في موضوع آخر، نقلا عن أحد مستشاري الكاظمي، قالت يعني يقول أن يدي رئيس الوزراء الحالي مكبلتان، والسؤال هنا هل تعتقد أنهما مكبلتان فعلا وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا أم أنه سيحاول؟ هو حاول، أعتقد حاول لما اعتقل 14 عضو من الحشد والميليشيات، يعني الميليشيات المتسترة بالحشد نقدر نقول. نعم. وبالتالي أطلق سراحهم مجبر بعد ما اقتحموا المنطقة الخضراء. نفس الشيء بالنسبة للمنافذ الحدودية، أيضا جرب بيحاول، ما نقدر ننكر أنه هناك محاولات، لكنه حجم الوعود اللي قدمها في بداية تشكيل حكومته كبير جدا، لا يمكن مقارنته بما نفذ لحد هذه اللحظة. صار تقريبا 3 أشهر على حكومته، اقتربت 3 أشهر، هذه الفترة كافية لأنه ممكن أن يعمل شيء لو استند إلى إرادة الشعب. هذه النقطة الأساسية الجوهرية بالموضوع، لو كان استند إلى إرادة الشعب، الشعب يريد السلام والأمن ويريد سلطة الدولة وقوة الدولة ومؤسساتها، فلو استند إلها كان قدر يهزم الميليشيات بفترة قصيرة أقصر مما هو خطط لها أو حتى أقصر مما هو يتوقع. نعم. لذلك أنا أكرر أنه يعني هو حتى النوايا غير كافية وحسن النية في أن يعني يستتب الأمن والسلام في العراق إذا هو من عنده فقط غير هل كافية. يمكن هل يمكن ذلك دكتور؟ يعني هو الحكومة تتحدث عن ثبات وتطور في العلاقات مع إيران وهي الدولة الراعية للميليشيات، إلى أي مدى يمكن أن ينجح سواء الكاظمي أو غير الكاظمي في إدارة هذه المعادلة المعقدة؟ علاقات جيدة مع دولة تدعم الميليشيات معنويا وسياسيا وماليا إلى آخره. عزيزي، هي لما إيران محاصرة وإيران معظم مؤسساتها بما فيها الحرس الثوري وغيرها على قائمة الإرهاب، وأيضا الميليشيات التابعة الولائية هي على قائمة الإرهاب، فكيف ننتظر من إيران أن تسند الدور العراقي؟ نعم. العراق عايش في مجتمع دولي، المجتمع الدولي هو اللي يعني يشير بشكل واضح إيجابي إذا كان هناك أكو منجز في هذا المجال. اما اذا بقت مرتبطين احنا ونحصل الضوء الاخضر او رخصه او موافقه او تزكيه ايران فهذا عبث يسموه. هي ايران محاصره الان، هي ايران في مقدمه الدول الراعيه للارهاب، لذلك علينا احنا نخرج من الفلك الايراني.
هذه بأسرع وقت ممكن لازم تتم العملية. ما رضي إيران، إحنا مو مجبرين على ترضية إيران، هذا نظام الآن أصبح في القائمة السوداء لكل دول العالم، ونشوفها أمامنا إحنا إذا كان دول إقليمية وإذا كان الدول العالم القوى الكبرى. والآن هي العملية أصبحت صراع، وساحة الصراع هو العراق، لذلك يجب أن نخرج من هذا من هذه الدائرة الحقيقة المغلقة التي لا تجدي نفعا ولا توصلنا إلى حالة الاستقرار اللي ينشدها الشعب العراقي، ويتمنى اليوم قبل غدا أن تتحقق شيء من هذا القبيل. الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من العراق، شكرا جزيلا لك.